أرحب بضيفي في هذه الساعة. معي من رام الله الكاتب والباحث السياسي أحمد زكارنة، ومن القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو جنور. أهلا بكما. أبدأ معك سيد شلومو، ومن نقطة نتنياهو وعجز نتنياهو عن اغتيال ما تسمى برأس الأفعى يحيى السنوار في حرب إسرائيل على غزة، هل يبحث نتنياهو من اغتيال إسماعيل هنية عن أي مكسب داخلي في ظل عجزه عن اغتيال السنوار، أم هناك أسباب أخرى؟ صباح الخير للجميع. يجب فصل الشؤون الداخلية الإسرائيلية خاصة السياسية وما يتعرض له نتنياهو، وأيضا الانتقادات الشخصية الموجهة لنتنياهو وما يواجهه من محاكم ومسؤوليات، عن الأمور الأمنية القومية الإسرائيلية التي تواجهها في 7 جبهات مختلفة. ولذلك هذا كمدخل للموضوع، لأن الناخب الإسرائيلي في نهاية الأمر هو الذي سيعاقب نتنياهو في صندوق الاقتراع عندما ستتم الانتخابات، سواء هذا خلال الأشهر القليلة القادمة أو في موعدها القانوني. ذاكرة الناخب الإسرائيلي طويلة، ولذلك سيعاقب المسؤولين الإسرائيليين مهما تكون درجتهم ومسؤوليتهم. ولذلك يجب ترك الموضوع الداخلي الإسرائيلي جانبا. أعتقد بأن ما نشهده الآن هو رياح حرب، رياح. نعم، لكن سيد شلومو لا يمكن إنكار أن الرياح الداخلية في الداخل الإسرائيلي هي من يحرك نتنياهو وسياساته الخارجية في الخارج، ومنها اغتيال فؤاد شكر في حزب الله، أو اغتيال حتى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في داخل إيران. نتنياهو يعتمد على الائتلاف الحكومي القوي 64 صوتا وهي أغلبية. للأسف المعارضة الإسرائيلية لم تنجح في إسقاط هذه الحكومة. للأسف المظاهرات الشعبية والاحتجاجات التي نشهدها طيلة السنة والنصف الأخيرة في الشوارع الإسرائيلية، وأيضا الطعون أمام المحاكم، لم تزعزع استقرار هذه الحكومة. لذلك أيضا ما يتعرض له نتنياهو من محاكم هو شأنه الداخلي الإسرائيلي، ولذلك لا يمكن إقحام موضوع السياسة الإسرائيلية وما تتعرض له إسرائيل من هجومات، خاصة بعد 7 أكتوبر والقول بأن نتنياهو هو الذي يتعرض. لا أدافع عن نتنياهو، لا أدافع عن نتنياهو. يجب لبحث هذا الموضوع، يجب معالجة الموضوع والنقاش والحوار بصورة عقلانية، وإبعاد الشؤون الداخلية الإسرائيلية عن ما تواجهه إسرائيل والمنطقة عامة الآن من مخاطر. الخطر ليس في داخل الحكومة الإسرائيلية، بالرغم من كونها حكومة خطيرة، حكومة متشددة، حكومة يمينية متشددة لها ميول مستهدفة معينة، ولكن إذا ما تتعرض له إسرائيل عامة بدون استثناء، يمين أو يسار، متدينين أو غير متدينين، يهود أم عرب، هو خطر وجودي لدولة إسرائيل، وهذا هو صلب هذا الموضوع الذي تواجهه إسرائيل في هذه الفترة. لذلك رياح الحرب التي نشهدها هي حرب تهدد إسرائيل عامة، ولذلك يجب معالجة الموضوع. للأسف الشديد ما سمعناه خلال 24 ساعة الأخيرة من تصريحات من جميع الأطراف، سواء في إسرائيل وأيضا عبر الحدود بين الدول العربية المختلفة بما فيها إيران، كلها تشير بصورة واضحة إلى توطير الوضع، إلى تأزيم الوضع، إلى التصعيد، إلى الاتجاه إلى حرب. ولذلك أعتقد بأن كل لحظة تمر تقربنا من المواجهة التي لا محالة لها. ولذلك أعتقد بأن لا زالت هناك مساعي من وراء الكواليس لضبط النفس ووقف
التصعيد والتدهور الذي نشهده. وأعتقد نعم أن خلال الأيام القليلة القادمة بعد تشييع الشكر وأيضا هنية ستبدأ وستبلغ هذه التوترات في المنطقة أشدها، ولذلك ربما أمامنا 48 ساعة من الهدوء المتوتر، ومنها سيتم التدهور السريع نحو الحرب الواسعة التي لا أحد يريدها. ومن هنا هذا هو المدخل لأي حوار عقلاني وواقعي للأمور الجارية في هذه الربوع. نعم سيد أحمد، المساعي لضبط النفس التي تحدثت مصادر كثر عنها، مصادر أوروبية قالت بأن هناك أطراف أوروبية والولايات المتحدة تسعى لضبط النفس وعدم انجرار المنطقة إلى تصعيد أكبر، لكن السؤال هو ما طرحه رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن أن طرف مفاوض يغتال طرف مفاوض آخر، ما فرص المحادثات التي تسعى إليها الوسطاء ممثلة بالولايات المتحدة ومصر وقطر في ظل استمرار نتنياهو لاغتيال، لن أتحدث عن حزب الله بحكم العذر الذي يتحدث عنه نتنياهو بالجبهة الشمالية، لكن رئيس المكتب السياسي لحماس والطرف المفاوض، كيف تنظر إلى فرص المحادثات وتأثيرها بعد اغتيال إسماعيل هنية؟ صباح الخير عليك أخي عيسى وعلى مشاهدينك. صباح. فرص السلام التي تشير إليها هي من يقتلك في حقيقة الأمر. القاعدة التاريخية المعمول بها بأن الوسائل الخشنة الحروب هي تدفع باتجاه الوصول إلى الإرادات السياسية. ما نشهده من قبل نتنياهو أن الوسائل الخشنة هي الهدف والغاية، وبهذا المعنى هو يغتال كل محاولة ممكنة أو محتملة للسلام. وبهذا المعنى أيضا لا يجب ولا يصح ولا يستقيم أن نفصل الداخل عن الخارج. ما يحدث على الجبهة الإسرائيلية الداخلية هي تغيير الهوية الاجتماعية الإسرائيلية، هو المزيد من التطرف الذي يدفع إلى حرب شاملة. ليس العرب ولا الإيرانيين من يدفع إلى هذه الحرب، ولكن هذا هو بايدن نتنياهو الذي يحاول من خلال رسم قواعد جديدة في الشرق الأوسط، إشعال حرب كبرى، توريط الإدارة الأمريكية، الخلاص بنفسه وبحكومة التطرف، الوصول إلى نظرية الحسم، الوصول إلى التطهير العرقي، على مفهوم بأن العامل الديموغرافي اليوم لم يعد في صالح الدولة الإسرائيلية. هكذا هو يرى، هكذا هو يفكر، هكذا هو يقدم رواياته حتى لو لم يعلنها صراحة. وهذا ما يحدث ليس فقط في قطاع غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية حينما نستمع إلى أحد وزرائه المتطرفين كما هو سموتريتش وهو يعلن عن ضم الضفة الغربية. نعم سيد أحمد، برأيك أو إذا تكمل فقط وجهة نظرك أو رأيك حول موضوع اغتيال طرف مفاوض لطرف آخر، أثر ذلك على المفاوضات القائمة؟ هي عملية اغتيال للمفاوضات القائمة، وعملية اغتيال للمسار السياسي، وعملية يعني مس بأمن المنطقة برمتها. كنا نتحدث عن الهوية الإسرائيلية، ويعني ما انتقلت إليه لرئيس البرلمان كان يتحدث في نفس اللحظة عن الهوية الإسرائيلية وهذه الإشكالية الكبرى التي تحدث في الداخل الإسرائيلي وتؤثر بالضرورة على السياسات المعكوسة سواء في الداخل الفلسطيني أو في المحيط. واضح جدا، لنعد إلى الأمر بشكل واضح وصريح ونكون واضحين، الدولة الإسرائيلية قامت بأن الجيش الإسرائيلي استطاع أن يسيطر على الأراضي الفلسطينية في العام 1948
فبات جيش له دولة. عملوا كثيرا وطويلا ولسنوات عديدة كي يقلبوا هذه المعادلة وتصبح دولة لها جيش. اليوم نجد يهودا، دولة يهودا ضد الدولة الإسرائيلية العلمانية. ويعلم ضيفك في القدس وأشار إلى هذا التطرف الذي يودي ويفكك هذه المعادلة. اليوم هناك المؤسسة العسكرية التي كانت هي المؤسسة الأبرز والأقدس بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، يعني تعيش أسوأ لحظاتها التاريخية. هذه المؤسسة تشهد تمرد داخلي يتعدى عليها المتطرفين من سلحهم بن كبير على سبيل المثال. كل هذه التداعيات على الجبهة الإسرائيلية الداخلية هي من تغذي السياسات المتطرفة في تعاملها سواء مع القضية أو الملف الفلسطيني أو مع لكن السيد يمكن أن تقيم سلاما. نعم، لكن السيد أحمد، بالنظر إلى تصريحات محمد باقر قليباف قبل قليل تحدث عن أن القصف الإسرائيلي في بيروت وطهران يعكس فشل إسرائيل في الميادين، اغتيال قادة الفصائل لا يؤثر على مسار المعركة، وستدفع إسرائيل ثمن استهداف إسماعيل هنية، كيف تنظر إلى هذه التصريحات وتقرأها؟ هل نحن أمام تصعيد ورسائل يرسلها محمد باقر قليباف بأن التصعيد قائم أو قادم هذه المرة، ولربما بشكل آخر ليس كهجمات إبريل التي نفذتها إيران على إسرائيل؟ مع احترامنا الشديد لكل من يصرح كما يصرح وكما يقول، ولكن التاريخ يعلمنا بأن القضية الفلسطينية منذ عز الدين القسام مرورا بالحاج أمين الحسيني حتى أحمد ياسين، ياسر عرفات، أبو علي مصطفى، أبو جهاد، كل هؤلاء قادة تم استهدافهم وذهبوا شهداء، ولم يقف النضال الفلسطيني ولن يقف هذا النضال الفلسطيني. أما توسع العملية فأنا منذ بداية هذا العام وأنا لي دراسة منشورة بأن ما يحدث في غزة هو مشهد أول في حرب عالمية ثالثة قد تكون بأدوات وأشكال مختلفة تدخل فيها ما دون الدول الثالثية، الحركات كما حزب الله، حماس إلى آخره، وهناك من يحركها بالضرورة، ولأن كل العملية السياسية يعني تاريخيا تقوم على المصالح. الدولة الإيرانية لديها مصالح بالتالي، وأيضا إسرائيل لديها مصالح، وبين هذا وذاك هناك أطراف دولية كما هو اللاعب الصيني ومن ورائه اللاعب الروسي، وبالتالي هناك مصالح يتصارع عليها المتصارعين في الشرق الأوسط، وهي منطقة النفوذ وهي منطقة الغاز والنفط، وهذه الأبعاد المرتبطة أيضا بخط يعني بايدن، الهند، أوروبا، وفي مقابل الطريق والحزام الصيني. كل هذه التداعيات تقول بأن هناك قوة دولية تدفع بتعددية القطبية، وهناك الولايات المتحدة التي تحاول الحفاظ على أحادية القطبية. هذا الصراع نحن جزء لا يتجزأ منه، والقضية الفلسطينية والمسألة الفلسطينية مفتاح أساسي في منطقة النفوذ في الشرق الأوسط. وبالتالي نعم، نتنياهو للأسف عقائديا واستدعائه للمنطوق الديني يقول بأنه يذهب هو والتيار المتطرف إلى فكرة المشحنية، الخلاص، الحرب الخلاصية، وهذه المواجهة الكبرى التي إما نحن أو هم. نعم سيد هم يقولون ولسنا نحن. نعم سيد شلومو، الحديث عن اغتيال إسماعيل هنية بعد تقديم حماس لتنازلات إيجابية، حسب مصادر أيضا إسرائيلية تحدثت عن أن حماس قدمت تنازلات إيجابية للوصول إلى هدنة، وأن إسماعيل هنية يقود المفاوضات بشكل إيجابي، هذا ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، هل تستفيد إسرائيل فعلا من اغتيال رأس الهرم في حماس إسماعيل هنية، والذي يقود المفاوضات، والذي باغتياله الآن لربما توقفت أو تعطلت المفاوضات لوقت طويل لربما؟
هذا ليس مظبوط. هنيه ربما كرئيس المكتب السياسي ربما كان ساعي البريد الذي ارسل ونقل وجهه النظر الحقيقيه لحماس والتي يمثلها السنوار في غزه وليس المكتب السياسي، ولذلك كان هو بمثابه الوجه الايجابي بين هلالين امام العالم، ولكن صاحب القرار وهو من يقرر موضوع المفاوضات ليس هنية وليس العروري اللذين تم تصفيتهما، بل كان ولا يزال السنوار، ولذلك ليس هناك أي عطل في إدارة المفاوضات. بل زد على ذلك بأن المفاوضات ربما اليوم بعد شعور السنوار بأنه تم إزالة والكشف عن وجهه الحقيقي، وأيضا بالإضافة إلى الضغوط العسكرية ووضعه الكائن من جراء الدخول الحرب إلى يومها 300 وتقليص نفوذه والنفور القائم في المجتمع الغزاوي في قطاع غزة من تصرفات السنوار وما جلب لهم من دمار وخسائر وموت وقتل، كل هذا قد يجعل السنوار الوصول إلى استنتاج بأنه يجب عليه تليين المواقف والمضي قدما للتخلص. نعم، إذا فما الحاجة لاغتيال إسماعيل هنية السيد شلومو جانور إن كان ما تصفه أنت بأن يحيى السنوار هو الأساس ويجب اغتيال أو تصفية يحيى السنوار، وموقف إسماعيل هنية خلال المفاوضات كان موقفا إيجابيا، فلما تم اغتيال إسماعيل هنية وفي هكذا توقيت؟ تم اغتيال السنوار والعروري وسائر القادة الذين اتخذوا قرار العدوان ضد إسرائيل في 7 أكتوبر والحبل على الجرار حسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وما شاهدناه من صور لأولئك القادة الذين حضروا 7 أكتوبر في صلاة الشكر بين هلالين هم يندرجون في إطار أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل، وهي تصفية وتفكيك القدرات السلطوية الحكومية والعسكرية لحماس، فتصفية هؤلاء هي من ضمن الأهداف، ولذلك لا يستغرب بأنه سيتم تصفيتهم الواحد تلو الأخرى، وهذه هي من أهداف هذه الحرب طالما لم تتغير الأهداف لهذه الحرب من قبل المؤسسة الديمقراطية الإسرائيلية التي يوافق عليها المجتمع الإسرائيلي ككل يمين ويسار على حد سواء مستوى أمني أو مستوى عسكري أو سياسي. نعم. كل متفق عليه بأن لا تتكرر نفس الظاهرة التي شاهدناها في 7 أكتوبر والتي كان لهنية وللعروري وللسنوار دورا هاما في هذا العدوان السافر على إسرائيل في 7 أكتوبر. ذلك علينا أن نتذكره، ليس ولا نتملص من هذه الحقيقة بالرغم من المحاولات المتكررة لبدء التاريخ من نقطة معينة وليس من 7 أكتوبر، وهو المسبب الرئيس للوضع المتوتر الذي نشهده اليوم. نعم سيد أحمد، إن كان موقف ضيفي عن إيجابية حضور إسماعيل هنية في ملف الهدنة والسعي من قبل الوسطاء للوصول إلى هدنة، قدمت حماس تنازلات للوصول إلى هذه الهدنة والتي على ما يبدو بأن نتنياهو رفض هذه التنازلات، فلما تم اغتيال إذن إسماعيل هنية في هكذا التوقيت؟ أقول لك أنا ما أراه وما أعتقده، ولكن في نقاط سريعة. ضيفك كان يتحدث عن السنوار في مقابل السنوار هناك بن غفير وسموتريتش. المنطقة في فلسطين تشهد حالة تطرف ليس فقط من الجانب الفلسطيني ولكن مبدئيا من الجانب الإسرائيلي. على أقل تقدير بن غفير وسموتريتش في سدة الحكم وصنع القرار، وهذا يطرح سؤال، هو من يقود من؟ هل هؤلاء من يقودون نتنياهو والدولة الإسرائيلية أم العكس هو الصحيح؟ 2، النفور الغزاوي
في مقابله هناك نفور في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وعمليا انقسام عمودي في هذه الجبهة. هذه الجبهة التي حاول نتنياهو، ليس جديدا هذا الأمر، أن يحول الدولة الإسرائيلية من دولة تعتمد اللامركزية إلى دولة تعتمد المركزية، من دولة أفقية في صنع القرار إلى دولة عمودية في اتخاذ القرار. هذا بات واضحا وجدا. المستشارة القضائية يتهمها ويعتدي عليها غلاة المستوطنين على سبيل المثال. بدأ التاريخ، وهذه الجملة جاءت على لسان ضيفك الآن، لا يجب أن نحدد التاريخ ونقول من هنا بدأ التاريخ. هذه الجملة هي أساس كل القضية، بأن 7 أكتوبر ليس هو بداية التاريخ. هذا أيضا ليس دفاعا عن حركة حماس، وليس دفاعا عن ما حدث في 7 أكتوبر إن كان فيه سلبا أو فيه من الإيجاب، ولكن التاريخ بدأ من قبل ذلك بكثير. نتنياهو يحاول أن أولا، لماذا اغتال على الجبهة اللبنانية والإيرانية وحتى العراقية، وقبلهما وقبل هؤلاء يعني تجاوز وذهب في رد واسع على اليمن. نتنياهو أولا يحاول أن ينقذ نفسه من يعني فكفكت هذه الحكومة. ثانيا يحاول خلط الأوراق وإرباك قوى القوى المعادية، ما تسمى بقوى أو محور المقاومة. هو يحاول خلق صدمة في منطقة الشرق الأوسط، هو يحاول استعادة قوة الردع التي انهارت في 7 أكتوبر، هو يحاول أن يصدر للداخل الإسرائيلي. يوم أمس لبس البدلة والجرافة وقال خطابه، في حينما تكون هناك عملية ضد إسرائيل يتوارى عن الأنظار وعن الكاميرات، وهذا هو ديد نتنياهو وليس جديدا. يحاول جر وتوريط الإدارة الأمريكية تحديدا بعد الزيارة وخطابه في الكونغرس الأمريكي، والذي أظهر خللا كبيرا، هو استراتيجي وليس تكتيكي وليس الآن، وهو خلل هذا الخلاف الحاد ما بين الديمقراطيين والجمهوريين على دعم الدولة الإسرائيلية. هو إعادة النظر من خلال هذا التيار التقدمي اليساري الذي تقود كاميلا هاريتس، وهذا التدخل ومحاولة التدخل لدعم عودة ترامب إلى البيت الأبيض كي يدعم الدولة الإسرائيلية. نتنياهو علم ويعلم بأن المطالب الإسرائيلية لم تعد على الطاولة الأمريكية هي مجابة بالكامل. هذه الدولة الأمريكية التي كانت تجلس من خلف نتنياهو حينما يكون في الكونغرس بيمينها ويسارها ليقول الرسالة إلى العالم بأكمله، بأن كل الدولة الأمريكية بالدولة العميقة تقف خلف إسرائيل، هذه الصورة لم تعد حاضرة. ولذلك نتنياهو حاول ويحاول أن يجر ويوصلت الإدارة الأمريكية الفكرة. سيد أحمد زكرنا، يعني حرب كبيرة. نعم، شكرا لكما ضيفي في هذه الساعة، من رام الله الكاتب والباحث السياسي أحمد زكرنا، ومن القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو جنور.